شيء طاقتك يا برج التغيير الشامل، أو أنت في خطوة عمالك بتعملها أو مشروع لتغيير شامل في حياتك، حتى من ناحية العاطفة، من ناحية المال، من ناحية الأهل، عندك تغيير شامل جدا. حتى أنت حاسس حالك إنك بدك تمشي وما بدك ترحم حدا، لأنك أنت تقريبا زي حاسس حالك مخدوع أو بزاوية معينة من المشاكل، لأنه أنت أعتقد إنك مرقت بخديعة خلتك بدك تتقدم لقدام من الإرهاق اللي أنت مرقت فيه ومن التعب اللي أنت فيه، حبيت إنك تقدم لقدام. عفوا، خلينا نشوف الشخص اللي وراك. الشخص اللي وراك انت شايفه انه هو رحل، تركك وحيد بدون سابق انذار، زي حمل حاله وراح، يعني تركك وراح. احساسك انت من ناحيته انك حاسس بالوحده، حاسس انه زي انك انغدرت من هذا الشخص. هو تركك ورحل، الشخص اللي وراك. راح نشوف هلا شو القصة بالضبط يا برج جدي. خلينا نشوف شو الشخص هذا بالضبط. هو الشخص هذا على فكرة إذا أنتو عفوا، إذا أنتو بتعتقدوا إنه تركه هو، يعني إذا أنتو حاسين إنه هو نساكو أو تركه وما بفكر فيك، لا، هو الشخص هذا كأنه بده يخلي الأمور على ربنا، بده يضل متعلق في الموضوع أو هو متعلق فيكو. الشخص هذا كأنه كل تفكيره رايح اتجاهكو، كأن المشكلة اللي حصلت بيناتكو هو لساته متعلق فيها، معلق فيها. وهو على فكرة إذا في حدا حابب يعرف إنه هل هو بعلاقة تانية أو إشي تاني، لا، هو مش بعلاقة تانية، بس هو هلأ حالياً عماله بعيد في حساباته وبراجع نفسه، لأنه هو حاسس حاله إنه بعد روحته زاد التعلق فيكو. طيب، أول إشي بدنا نحكي عن مشاعر الحبيب. أول إشي مشاعر الحبيب من اتجاهكم انتو متوازنة، وهذا الشخص مشاعره حاسس انه من ناحيتكم انتو كمان متوازنين، اتوازنتوا. يعني يا برج الجدي انتو اتوازنتوا من ناحية هذا الشخص، كمان هو حس انه كأنه خسر اتزانه لما تركتوه ورحتوه، لانه شايفكو انتو، بما انه انتو هلا في وقت التغيير، فهو شايفكو انتو متوازنين، كأنكو تركتوا كل اشي ورا ظهركو من عتاب ومن كلام ومن حكي، كمان كأنكو تركتوا قهركو ووجعكو تركتوه ورحتوا، بسبب انه الشخص تركوا وحيدين، او انتو حسيتوه تركوا كإجباري كغصب عنا رحل بتعب، وكأنه حصل موضوع ما خلاه أجبره على إنه يروح. احتمال يكون تدخل أهل أو تدخل طرف آخر، بس أنا مش شايفة طرف، يعني طرف إنه يعني طرف تلك حب أو دخل بينكم مثلا واحدة أو هيك شيء، لا، أنا مش شايفة هذا الإشي. بس هو كأنه رغما عنه يعني رحل، أو أنتو عارفين إحساسكو إنه هو رغما عنه إنه روح، فهو حاسس حاله إنه فقد التوازن من ناحيتكو، وكمان إحساسه إنه أنتو اتوازنتوا وبلشتوا في التغيير. فهو مشاعره من ناحيتكو، يعني إذا بدي أحكي لكم بحبكو بصدق، هو هذا الشخص يعني كمية الحب لكو مو طبيعية. هو كأنه نفسه يقدم خطوة لحتى يجي ناحيتكو، لأنه هو يعني أدرك
انه لما انتوا تركتوه ورحتوا بلشتوا تغيروا حياتكم، هي حياته زادت في لورا، تراجعت. طيب خلينا نشوف، حكينا بدنا نشوف تفكيره الباطني. الشخص هذا على فكرة تركه وهو مزنوق في اشي معين، لأن تفكيره الباطني مقيد، مقيد بفكرة معينة، أو هو إنسان مقيد بأهله بناسه، يمكن يكون إنسان مستقر ومتزوج احتمال، فهو مزنوق في هذه الزاوية. كمان هذا الإنسان تفكيره الباطني هو محشور، يعني مزنوق في مطرح معين، يعني مش قادر هو يطلع من هذه الزنقة، مش قادر يفك حاله من هذه الزنقة. كأنه احتمال يكون مريض، واحتمال يكون انه بتعاطى، يعني مش شرط بتعاطى مثلا مخدرات او اشي، احتمال باخد نوع دواء بيخليه مثلا رايق، يعني احتمال يخليه انه ماسك افكاره هادية، او ضبطها على جهة، يعني حاططها شايلها على جهة. احتمال هذا الانسان زي ما حكيت لكم مرتبط بعمل معين، مثلا هذا الانسان لو كان في سفر بينكو او مسافة بيناتكو، كأنه هذا الانسان مثلا مربوط بشغل ما برا، او مثلا عنده عقد عمل خارج المدينة ومو قادر مثلا يوصلكو، او مرتبط في مواعيد تانية، اجراءات تانية، شي تاني في حياته، مثلا مرتبط في زواج، مرتبط بأسرة هو بصرف عليهم، هو اللي يعني هو مش قادر يفك العقل الباطني من احساسه بالمسؤولية، كأنه عنده هو مسؤولية هو مو قادرين يفكها، لأنه هو مشاعر ناحيتكو يعني حب صادق، حب صافي، يعني ما عنده أي إحساس إنه هو مثلا مو متوازن بحبكو، لا هو متوازن، حبه اتجاهكو متوازن جدا جدا، كأنه نفسه يروح يحكي لكو هذا الحكي قدامكو، كأنه نفسه يشهر هذا الإشي، بس هو مزنوق بمطرح معين. احتمال يكون مزنوق بقصة مثلا متزوج، مثلا عنده طرف تاني وعنده أطفال، فهو مو عارفين ايش يتصرف، لهيك هو محشور مضغوط وعنده اختيارات، هو مو عارفين شو يختار وشو يعمل. حتى انت يا نفسك يا برج الجدي عارف هذا الشيء، لهيك انت بلشت تتغير، لانك انت برضه حاسس حالك انك مو عارفين شو نهاية هالعلاقة، او مو عارفين وين بدك تحط رجلك في هاي العلاقة. كمان المشكلة اللي بيناتكم هي في ناس انتوا اكبر منهم بالسن بكتير، كمان في ناس اعتقد هذا الشخص من الماضي، وكأنه رجع لكم هو متزوج او في ارتباط او في علاقة تانية. كأنه في اختلاف العمر، انا بحس هون في اختلاف اعمار، وكمان زي ما حكيت لكم الانسان هذا احتمال يكون مثلا بيصرف على اولاده، بيصرف على مثلا عنده اخوه صغار في العمر، هو المسؤول، يعني الاولاد هذول الاطفال هم مسؤولين منه، كانه عنده مسؤوليه غير مسؤوليتكم انتوا او غير الحب، فهو مو عارفان يطلع من هاي الحشره، كانه هو مقيد بقوانين قواعد غير اللي هو بيحلم فيها او بيحلم بحريتها، يعني انه يكون حر من هاي القواعد او الاسس. احتمال تكون العائلة مثلا بدهم يزوجوه واحدة تانية، يعني انه يقدم حبه لشخص اخر، احتمال انت تكون اكبر منه سنا، او انت امرأة اكبر منه سنا، الفرق العمر مثلا.
احتمال هذا الشخص تركهم ورجع للماضي. يعني في كل واحد ياخذ القراءة مطرح قصته، يعني شو بيسمع مثلا شيء من قصته يحطها له، لأن هاي قراءة عامة ما بتنطبق على الجميع. أنا بعطيكم كل الاحتمالات، خلوني بس أفتح الكارت هذا أشوف شو المشكلة اللي هي بيناتكم. حاسس هيك المشكلة كأنها يعني ما بتنحل بسهولة، لأن أنت يا برج جدي بدأت بالتغيير لنفسك، كأنك برضو أنت يا برج جدي عندك إدمان تفكير بالشخص هذا، إدمان مثلا كحول، أو يمكن عندك إدمان دخان، إدمان تفكير، إدمان عمل معين. يمكن أنت بتشتغل عندك صار إدمان على الشغل عشان تنسى المواضيع هاي. في منكم مدمنين على شغلة معينة، هذا الشخص زي ما حكيت لكم كأنه مسؤول عن عائلة. هو هذا الشخص هو المدخر الوحيد اللي لهم مثلا، يعني انه هو الوحيد اللي بيصرف عليهم او بيشتغل بيعمل لحتى يصرف عليهم، كأنه هو حاطط هذا الاشي جواه يعني، وما حكى لكم اياه او ما حكى لكم مثلا سبب انفصاله اذا هو راح فجأة. فهو كأنه مشكلته الوحيدة أو هو مو قدران يأسس أسرة مثلا. أنتوا طلبتوا منه زواج واستقرار، فهو مثلا زي ما بيحكوها الإيد قصيرة والعين بصيرة، يعني مثلا مو قدران يوفر لكم مسكن، أو مو قدران يوفر لكم الأمان بالمسكن وبالملبس، واحتمال يكون مسؤول عن عيلة، احتمال مو قدران يسرق مثلا عنده مصاريف زواج. هو في حيرة ومخبي هذا الاشي جواته، هو عنده مثلا مشاكل مو مشكلة، يمكن انه انت طلبت الاستقرار هو مو قادرين يحقق لكم اياه، فسحب حاله وراح لانه حس بالفقر بالتعب وبالكسرة انه هو مو قادرين يحقق لكم احلامكم. واحتمال هو يكون متزوج وانتو طرف تاني، او العكس انتو متزوجين وهو طرف تاني. كمان خلينا نشوف شو خطته وهل في رجوع او لا. خلينا نشوف شو بخطط لكم او شو الخطوة اللي راح يقدمها. انا شايفة انه هو حاليا في وضع الحيرة وفي وضع الاختيار، واصلا هو مقيد، الانسان مقيد تعبان. اعتقد هذا الانسان لا يملك شيء، او هذا الانسان كانه هو بحبكم بالزياده، فمن حبه لكم يعني لانه ما راح يحقق لكم مثلا ابسط احلامكم سحب حاله وراح، لانه مثلا فقير او غير متوازن مثلا اسريا. هو بحيرة بينكم مثلا بين شخص آخر، أو هو بحيرة لأنه هلأ خطوته رح يقعد باختيارين، يا إما مثلا يختاركم يا برج جدي، يا إما يختار مثلا أهله، ناسه، أولاده، أطفاله، إخوته، بيصرف مثلا على ناس تانيين. كمان هو الإنسان التعبان جدا جدا جدا، هو بوقت هلأ يعني كأنه انفصالكم عمل له نوع من القهر من الغدر، كأنه انتو يمكن احتمال انتو تركت هذا الشخص ومثلا رحتوا خطبتوا ومثلا ارتبطتوا بشخص تاني، كأنه هيك انتو عندكم. وفي عدة سيناريوهات، يعني في اكتر من شيء،
لأن القراءة عامة يا جماعة، وأنا حابب أعطيكم أكتر من قصة. كمان هذا الشخص حسس بتعب الدنيا فوق راسه، كأنه هذا الشخص لا يملك من الحيلة شيء، كأنه ما بإيده حيلة مثلا إنه يحقق لكم أحلامكم، يعطيكم مثل متطلباتكم أنتم. كأنه هو ضايع بين قلبه وبين عقله، يعني كأنه مشتت هذا الإنسان، حتى خطوطه الجاي يعني هو مشتت، كأنه خطوته بده يقعد يرجع لورا، يقعد يفكر كتير منيح منيح بوقت اختيار بينك مثلا وبين أهله، بين عمل مثلا. هذا الإنسان دي يسافر فأغلق عليك الأبواب، فهو في وضع إنه ندمان وتعبان من عدم وجودك في حياته أو وجودك في حياته. طيب هل في رجوع؟ أنا شايفة في رجوع، طبعا في رجوع، في محاسبة، لأن هذا الإنسان كأنه يعني بده يوصل لمرحلة إنه يعني يحس بالتعب الشديد من ناحيتكم، من ناحية الانفصال اللي بينكم. كأن هذا الإنسان يعني حتى هو بوقت إنه بيفكر هل أرجع أو ما أرجع، كأنه بده يتعب كتير في التفكير، هو راح يطلب بداية جديدة، وهو راح يرجع إذا في ناس تركوا فجأة وروح، لأنه أنا عندي شايف إنه في يعني حدا يعني تركهم وروح فجأة، فهذا الإنسان بده يرجع ويحطكوا أمام الصورة إنه هو ليش تركوا. طب أنتوا لأنه أنتوا في حيرة، أنتوا حاسين حالكم إنه طب هذا الإنسان إيش، شوفي أنا مثلا شو عملت له تيتركني هيك، أنتوا عندكم إيه؟ لأنه هذا الإنسان صدقا أنا شايفه يعني مجنون مثلا فيكي، يعني بحبك جدا جدا وقلبه متعلق فيكي جدا جدا، بس كأنه هذا الإنسان مصيره ما هو بإيده، كأنه مصيره بإشي تاني، مرتبط بشيء ما، بالأسرة، بالعمل، بسفر خارج المدينة. هذا الإنسان مرتبط بشيء تاني نهائيا، شيء ما حكيلكم عنه، مسكر عليه، هو ما أعلن عنه أو أفصحلكم عنه. هذا الإنسان رح يجي لأنه هو بنوايا الرجوع وبده يرجع، بس هذا الإنسان لازم يتعب كتير عشان يرجع، رح يتعب كتير، رح يجيكوا، رح تميزوا خطوته بتعب. يعني يمكن احتمال مثلا انتوا تشوفوه على الفيس، على السوشيال ميديا، تشوفوه تعبان، ينازل احزان او يعني هيك اشي، فاعرفوا هاي الخطوة اللي رح يجي بعدها هذا الانسان، هذا الشخص. طيب خلينا نشوف برج الجدي، انت شو مشاعرك من ناحية هذا الشخص؟ شو حاسس من ناحية؟ انت حاسس هذا الانسان انه هو في تواصل اول اشي روحي بيناتكم جدا جدا جدا. انت يا برج الجدي حاسة انه هذا الانسان لا يعوض، حاسة انه جميل جدا جدا جدا، حاسة انه تركه وراح مثلا سافر مثلا ليروح لشغل او لعمل معين وتركوا وحيدين. كمان انتوا شايفينه مستقر جدا وهو ليس مستقر نهائيا، ما عنده استقرار. انتوا شايفينه كأنه مثلا معاه فلوس زيادة، معاه عنده خيرات مثلا، مثلا كتير الله مثلا معطيه ومنعم عليه، فهو هذا الإنسان حتى لو منعم عليه هو وقت زنقة، يعني مزنوق، يعني محطوط بزاوية معينة وقاعد بحاسب نفسه، بجلد في نفسه ألف مرة. لأنه أنت إحساسك إنه أنتوا شايفينه مستقر ومبسوط بحياته ومطنشكوا، وإنه هو عايش حياته مستقر ماديا وهو حر بحياته، وكمان انتوا بتتواصلوا معاه بالروح، هو بتواصل معاكم بالروح. على فكرة في هون تواصل روحي عالي جدا جدا جدا. خليني اشوف لكم.
تفكيركم الباطني زي تفكيره بالظبط. يعني بقولكم في تواصل روحي عالي بيناتكم. انت دمون، انت حاسس بالغدر، عقلك الباطني حاسس ان هذا الانسان غدرك، وحاسس ان هذا الانسان غامض، كأن هذا الانسان ما خبرك ليه تركك او شو القصة، لانه هو بده يرجع يخبرك شو صار بالظبط. فانت مو عارفان شو القصة بالظبط، كأنه انت حاسس نوع من الغموض، حتى انت محتفظ باسرار في عقلك الباطن تخصك وتخص هذه العلاقة، كأنك انت ما انك حاكي لحدا عن هذه العلاقة وعن هذه القصة، كأنه حاسسها انها سرية محتفظ في عقلك الباطني. كمان انت حاسس في نوع من الغموض من قبل هذا الشخص، انت في اشياء مو فاهمها، بتحاول تفهم هذا الشيء وانت مو قادرين تفهمه لانه حاسس هذا الانسان غامض. يا جماعه بالنسبه اللي بيحكوا لي الابراج بابراج، اوكي انا عندي هون برج الحوت، برج العقرب، كمان فينا طاقات ترابيه ومائيه، اكثر شيء ترابيه ومائيه. عندنا هون طاقتك يا برج الجدي، برج العقرب، وكمان برج العذراء. بالنسبة للي بيحكوا هذا الشخص، هل هو بيراقبنا او ما بيراقبنا او ايه بيراقبكو؟ الشخص هذا كأنه قاعد وبيراقب فيكو عشان يشوف شو ردة فعلكو، شو مشاعركو، يعني بيحاول يتعمق فيكو انتو ومو حاسين.